يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للحادي والثلاثين من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك أيده الله، خصوصيتنا البحرينية مرجعا إنسانيا في الحريات الدينية واحترام المذاهب، ناصر بن حمد يشيد بالانتصار الثاني لفريق باريس اف سي في الدوري الفرنسي، 34 نائبا يطالبون بتأجيل أقساط البنوك لثلاثة أشهر إضافية. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: ترحيب شعبي واسع بكلمة جلالة الملك رعاه الله بسبب فيروس كورونا، إلغاء معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2020. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها لهذا اليوم: الجعفرية والمواكب الحسينية، رعاية الملك نواة نجاح موسم عاشوراء، مناقصة لترميم 175 واجهة بمسار اللؤلؤ، إنارة الحدائق والسواحل والمماشي بالطاقة الشمسية. أما صحيفة البلاد فقد استهلت: تفاعلا مع البلاد، تحرك عاجل لحل مشكلة التشققات. نقرأ من صحيفة الأيام أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله وجه كلمة سامية بمناسبة ختام موسم عاشوراء، توجه فيها بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والأجهزة المعنية، وأكد أيده الله أن ما تميز به عاشوراء من إجراءات حذرة وما أحيط بهذه المناسبة من عناية واهتمام لهو نابع من خصوصيتنا البحرينية بنسيجها الاجتماعي المتماسك. في هذا الإطار نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا بعنوان: خصوصيتنا البحرينية. فإلى المقال. عندما اعتمرت بيوت الله يوم الجمعة الماضي، كان صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة الصفوف إذ أدى صلاة الجمعة في مسجد قصر الصخير، وشارك الناس جميعا فرحتهم وسرورهم بالعودة التاريخية لأداء الصلاة في مساجد البحرين. وفي ختام موسم عاشوراء يوم أمس، قد حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على أن يوجه كلمة سامية شكر فيها جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وفرق العمل الميدانية من المتطوعين على مواقفهم المسؤولة للحد من انتشار جائحة كورونا. وقد جاءت كلمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتعكس مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالته لحفظ الأنفس ووقايتها من شر هذا البلاء، كما أنها عبرت عن تقدير ملكي عال لكل الجهود التي لم تدخر وسعا للحد من انتشار هذا الوباء. أن هذه الخصوصية البحرينية يجب أن نتمسك بها في كل أمور حياتنا، فهي التي ميزت البحرين، وهي التي تحطمت على صخرتها كل المراهنات، وهي التي أكد عليها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باعتبارها مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية، ومركزا حاضنا لقيم ديننا الحنيف. نطالع من صحيفة الأيام أن الهيئة العامة للمواكب الحسينية أكدت أن مضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله بمناسبة ختام موسم عاشوراء تمثل انعكاسا لرعاية جلالته واهتمامه المباشر بموسم عاشوراء ودعمه المعهود للشعائر الدينية والمآتم الحسينية.
إنجاز البحرين ألهمتهم فأبدعوا أفكاراً وابتكارات، عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتب محمد الحلي. فإلى المقال. إن بناء الأجيال المبدعة دائماً ما كان الهدف الأسمى الذي تسعى إليه البرامج التي تطرحها وزارة التربية والتعليم بشكل منظم بداية كل عام دراسي بالتعاون مع المؤسسات العريقة والتي تمتلك خبرات متعددة كمؤسسة إنجاز البحرين. لم تستطع جائحة كورونا بكل انعكاساتها وتحدياتها إيقاف الانطلاقة العظيمة لأبنائنا الطلبة المنخرطين في فريق إنجاز البحرين، حيث استطاعوا بعزيمتهم وإصرارهم تسجيل النجاحات المتتالية بمشاركتهم في مسابقة رواد الأعمال الشباب 2020. إن المطلع على برامج إنجاز البحرين التي تغطي العديد من المحاور والمجالات يستطيع أن يؤكد مدى قدرتها على تزويد أبنائنا الطلبة بالمهارات والمعلومات الأساسية التي تجعلهم رواد أعمال ناجحين وتساعدهم على بناء شركتهم الخاصة بامتياز. نقلت صحيفة البلاد أن مركز المحاكاة الطبي بجامعة الخليج العربي حصل على اعتمادية جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات مقبلة. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية للنزلاء والنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي خلال موسم عاشوراء مكفولة تماماً وعلى نحو لا يشكل إضراراً أو تجاوزاً لحرية وخصوصية النزلاء والنزيلات الآخرين من جميع الأديان والطوائف الأخرى. ذكرت صحيفة أخبار الخليج أن حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط أعلنت عن استئناف أنشطة الكارتينج من خلال فتح أبوابها أمام الجمهور اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران قررت إلغاء النسخة الحالية من المعرض الذي كان من المقرر أن يكون في الفترة من 18 وحتى 20 من شهر نوفمبر لعام 2020 بسبب فيروس كورونا. صحيفة الوطن نقرأ أن محافظ محافظة المحرك سلمان بن هندي المناعي أكد في تصريح لصحيفة الوطن بأن المحافظة قامت بترحيل العمالة المخالفة لشروط السكن الجماعي إلى مساكن مطابقة للشروط، حيث وصل عدد الذين تم توفير سكن لهم ما يقارب 3750 عاملاً. لفتت صحيفة الوطن أن المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد أن الوزارة ماضية في خطتها بشأن استغلال الطاقة الشمسية في إنارة الحدائق والسواحل العامة والمنتزهات ومضامير المشي والمواقع الخاصة بالوزارة. بيّنت صحيفة الوطن أن لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة نظمت محاضرة تفاعلية عن بعد ضمن برنامج نصف ساعة استفادة والذي جاء تحت عنوان تحول الفكرة إلى فرصة في مجال ريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 40 شابا وشابة. جرى خلالها توضيح الدور الهام للمجلس في تشجيع المرأة البحرينية لتكون رائدة أعمال خلال طرحه لعدد من المبادرات والمشاريع والجوائز. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.